هدف. أوه سايبي يفتح باب التسجيل برأسية جميلة جدا. يرجع ربما الخطأ يتركها لبابوش وحده الحسية. أوه منتهى الروعة وتعديل النتيجة. تعديل النتيجة من طرف بابوش. ممتازة ممتازة دخول منطقة عملية ماذا يقول الحكم فعلا؟ فعلا الكرة كان بعدته التي كان سرع المنطقة قبل هذه الضربة ممتازة. في منتهى الروعة فجوة تصل. حذاري الكرة وجه لوجه ربما ارسال فعلا. الكل الان راح يتوجه لحكم المساعد سيبعث المباراة من جديد. اكيد هذا فيش وضع يتسلل. شوف هاو الهدف. اوه الهدف الثاني وكأنك تبعت الهدف يا عالية الكرة والرأسية حذاري. نفس المكان تقدم مريحة تماما. يعني شوف ربما في بعض الاحيان بعد هذه الكره ممتازه ممتازه هدف رابع. بوكاش يفعلها في الاخير. ممكن انك تنهزم 4 اهداف مقابل هدفين في هذا الديربي 77 لصالح مولوديه الجزائر.